بيت الورد يعدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بناة المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشقوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء بحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن ناتت عليك وفي هدى خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم روح الحياة. حلقة اليوم مناسبة للزمان الذي نعيشه وهذه الأيام المباركة، ونحن في اليوم الأول من شهر ذي الحجة لسنة 1440 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولا شك أن قمة الصالحات التي يقوم المسلمون بها ويقوم المسلم بها في عشر ذي الحجة هي أداء الحج. الحج لن أتكلم عن أحكامه العملية أو أنزع إلى منزع الفتوى، إنما أتكلم عن حكمة الحج، هذا الاجتماع الضخم وهذا المشهد الضخم وهذا الميدان الرحب للعباد الذين جاءوا من كل فج عميق يرضون ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مئات الألوف، ما يزيد عن المليونين أو الأكثر من الأنفس تأتي هذه الحشود المتكاتفة في أمواج ضخمة بشرية، يدفعون الأموال ويبذلون الوهج والنفوس رجاء الحصول على زيارة للبيت العتيق. هذه الأمواج الضخمة والحشود يعلوها هتاف واحد، ليس فيها هتاف لبشر، إنما الهتاف لرب الأرض والسماء. لا يملأ أذنيك إلا طنين ضخم من كل ناحية، بين تلبية وبين تكبير وتمجيد وتحميد وتهليل واستغفار وبكاء، مشهد عظيم. كلهم جاءوا رغبة ورهبة، رغبة في ثوابه ورهبة من عقابه. ذلك كما قال سبحانه، ذلك ومن يعظم شعائر الله، وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ناس سبحان الله جاءوا من البحر الأبيض والبحر الأحمر والبحر الأسود، وجاءوا من المحيط الأطلسي والهندي والهادي، جاءوا من القارات الخمس، من أعماق القارات، من كل شبر يسطع عليه نور الشمس، من كل بقعة تحل فيها هدأة الليل،
جاءوا كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن هذا الدين سينتشر مع انتشار الظل وانتشار الضوء على ظهر الأرض، وصدقت النبوة والرسالة. جاءوا من كل مكان، كلما صعدوا ربوة لبوا وكبروا، وكلما هبطوا واديا لبوا وكبروا، وكلما لاقوا فوجا هللوا وكبروا. اجتماع عظيم. قد يكون هناك معارض زراعية أو صناعية أو تجارية يجيئها الناس والرواد وتشد عيونهم السلع المعروضة التي يهتمون بها، لكن المعرض المقام الآن في الحج في الأماكن المقدسة ليس لشيء من الدنيا. إن كل شيء يدفع للهتاف تكبيرا وتمجيدا وتلبية، وتتجاوب أصداؤها في كل مكان. السؤال هنا الذي ينبغي أن يطرح، ونحن اليوم كمسلمين من الله علينا بهذا النور، نملك الحجة والبيان، ونملك البراهين لإزالة الشبهات والرد وإقامة الحجة، حجة الله البالغة على عباده. نحن المسلمين دائما في ميدان المناظرة والمجادلة والحوار لنا قدم السبق والانتصار. لماذا؟ لأننا نملك الحق الذي حبانا الله به. يأتي سؤال ولنا أن نتساءل: أصحيح ما يقال أن أعمال الحج أعمال مبهمة وغامضة، وأن الله سبحانه وتعالى اختبر الناس بما يعقلون فسمعوا وأطاعوا، فاختبرهم بما لا يعقلون حتى يتبين لهم كيف يسمعوا ويطيعوا؟ هل صحيح هذا الكلام، أن أحكام الحج وأعمال الحج هي أعمال تعبدية محضة لا حكم فيها؟ هذا كلام بعيد عن الصحة. والواقع أن لأعمال الحج حكما عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وينبغي هذه الأعمال وهذه الحكم أن تدرس بأنات وتريث ونظر حتى تعرف حقائقها، وحتى يدرك الناس أن الإسلام في كل تشريعاته قائم على الحكم، ليس دين أوهام وليس دين أضغاث أحلام. هذا دين كل شيء فيه له حكمته وله معنى. نبدأ الطواف بالبيت. لا شك أن الطواف بالبيت هو ركن من أركان الحج. ما سببه؟ ما الحكمة منه؟ هناك 4 نقاط أذكرها على عجالة لندرك الحكم من أمور الحج. النقطة الأولى: هذا البيت، تأمل، بيت الله، ونسبة بيت الله نسبة تشريف. هذا البيت هو أول بيت وضع للناس متعبدا في أعماق القارات كلها، لم يبنى قبله بيت للعبادة. من هنا من حق أول بيت أقيم، يعني ليكون قلعة للتوحيد، من حقه هذا البيت الذي أقيم ليكون مثابة للموحدين وملتقى للمؤمنين المخلصين، من حق البيت الأول على ظهر الأرض أن تكون له مكانة خاصة. وهذا منطقي، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. هذا المسجد مشرف، وحددت معالمه، ووضعت دعائمه، وعرفت حدوده وأركانه، وله قانونه الخاص، قانون الحرم، منذ أن قام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالبناء، وإلى الآن
البيت زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما، يجيئه الرواد من كل أفق، والحجاج يجيئون من كل فج، يطيرون إليه شوقا كما تطير الحمائم إلى أوكارها حنينا إليه، ويطيرون إليه بمشاعر يعني ملتاعة شوقا. ومن حرم أو لم يكتب الله له نصيبا في الحج يصيبه الحزن الشديد ويصيبه الألم، رغم أنه بيت في واد غير ذي زرع، حوله كله كل ما حوله من الأحجار السود والجبال. فإذا من حق هذا البيت أن يكون له الوضع الخاص. لماذا؟ لأنه أول بيت وضع للناس. زد على ذلك، وهذه النقطة الثانية، أن المسلمين في المشارق والمغارب وفي الشمال وفي الجنوب، كل مسلم يولون وجوههم شطرة وجهة هذا البيت في كل صلاة تقام في القارات كلها. سبحان الله، يتجهون إلى قبلة واحدة. ولذلك من حق الذين اتخذوا المسجد قبلة لهم أن يبعثوا كل عام يبعثوا منهم الوفد الذي يستطيع ويرى قبلته كي يحج إليها ويزورها. وهناك دكتور أو عالم مصري وضع كتابا عن مكة، وقال إن مكة هي وسط اليابسة الكرة الأرضية، وأثبت بجملة معادلات يعني جبرية بالجبر والجغرافية أن النقطة اليابسة في الأرض هي الكعبة، والكعبة موازية للبيت المعمور الذي هو قبلة الملائكة، يدخلونه 70,000 لا يرجع إليه آخرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا متداول في الناس، والكتاب موجود. فإذا هي أم القرى حقيقة، هي أم القرى حقيقة. كأن المصلين حول الكعبة دائرة محدودة، لكن هذه الدائرة تنداح وتتسع ولا تزال تنداح وتتسع حتى تشمل الأرض كلها، وهي تتجه في سبحان الله في صلواتها لله رب العالمين، تجمعهم قبلة واحدة. طبعا المسلمون لا يعبدون قبلة ولا يعرفون أن هناك حجرا له كرامة. أحجار الكعبة، هذه الأحجار هي حجر عادي، الكعبة لا تنفع ولا تضر. وليس البر في التمسك بجهة من الجهات، لكن هذا تنظيم وضعه الله ليوحد به الوجوه ويوحد به القلوب والصفوف، ولا يسمح للشيطان أن يمزق الناس إلى وجهات شتى. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، هذه قراءة حفص، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر. فإذا هو نوع من توحيد الاتجاه وتنظيم اتجاه الناس كالمسلمين، رضي الله لهم بوحدة القلوب ووحدة الاتجاه ووحدة المشاعر. وقضية الوحدة أصيلة في الإسلام، من كليات الدين أنه جاء لجمع الناس. ولذلك أي خطاب يفرق الناس ليس هو خطاب الإسلام. ولذلك الاشتغال ببعض الفروع التي تفرق الناس هذا مخالف لمقصد الإسلام في توحيد الأمة.
لأن الاعتصام مقصد عظيم وغاية جليلة جاء بها الإسلام، فهذا من ضمن الاعتصام والتوحيد جعل لهم قبلة واحدة. ثم النقطة الثالثة أن هذه الأمة ولدت في التاريخ إثر دعوة مباركة، دعوة الأنبياء، ودعوة الأنبياء مستجابة. الرجل الذي وضع حجر الأساس في البيت العتيق ونهض ببنائه وأعلى دعائمه هو إبراهيم عليه السلام. انظر ماذا قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لاحظ: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم. لاحظ هذه الدعوة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. أول شيء، هذه الأمة ولدت في التاريخ من دعوة أبينا إبراهيم لما قال: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه الأمة المسلمة، هذه الأمة المسلمة. وابعث فيهم رسولا منهم، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، صاحب الإمامة في محراب العبادة، صاحب الإمامة العامة على البشرية في محراب العبادة لخلق الله كلهم، صاحب الرسالة الخاتمة التي لا معقب عليها بنسخ أو تصحيح. فمن حقنا ونبينا وأمتنا وتاريخنا هو نتيجة دعوة في بناء هذا البيت، من حقنا أن نزور هذا البيت كل عام ونجدد العهد به. النقطة الرابعة وهي مهمة جدا، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم العرب، أراد أن يكرم الأمة العربية. أمم كانت موجودة لكن الأمة العربية ليس لها وجود ولا حضور تاريخي ولا حضاري ولا مؤثر، أمة عايشة على الهامش خارج نطاق التغطية. طيب، أراد أن يكرم الأمة العربية، هذا الجنس العربي، بما يكرمهم؟ بما يكرم الله الجنس العربي؟ بدمه؟ أبدا. لا فارق في علم الطب بين دم العربي ودم الزنجي ودم الأوروبي ودم الأمريكي، ودماء البشر واحدة، تركيب الدم وجريانه في العروق والقوانين التي تحكمه واحدة، لا فضل لدم على دم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطاح بهذه الأكذوبة: كلكم لآدم وآدم من تراب، انتهى، ما فيش واحد نحن دمنا مش كيف الناس، ما فيش كلام هذا. طيب، أراد يكرم الجنس العربي بيش؟ بالجلد، باللون، بالشكل. كرمهم بشيء واحد، أن جعلهم يحملون الرسالة الخاتمة. هذه الرسالة الخاتمة هي أكرم الله بها الأمة العربية، بدون ذلك لا كرامة لها. ويوجد دجالون في عصرنا وكذابون لا دين لهم ولا شرف، زعموا أن الجنس العربي له شرف خاص بغير الإسلام. ولذلك العرب مهما اجتمعوا وتركوا الإسلام لن تقوم لهم قائمة. العرب من غير الإسلام هم مجموعة أصفار لا وزن لهم ولا قيمة ولا كيان. لكن الإسلام، الإسلام الحضاري، الإسلام الذي يصنع الحياة، مش الإسلام اللي يشوه، إسلام داعش ولا إسلام المهابيل الثانيين اللي تعرفوهم اللي عايشين خارج التغطية حتى هم، لا لا، هذا اتركوه بس الإسلام، واتركوا لرواده وعلمائه ومفكريه وطلائع يتكلموا، هتشوفوا الإسلام الذي يصنع الحياة وينحاز إلى الحياة، الإسلام الذي يبني الحياة موصولا بالله سبحانه وتعالى.
انظر اليوم العرب بدون إسلام ولا شيء. جامعة عربية، سؤال: ماذا قدمت الجامعة العربية للعرب؟ ولا شيء. دورها هي سلخ العرب من الإسلام الذي هو سر القوة. سر القوة للعرب هو الإسلام. لذلك الله شرف الجنس العربي برسالة الإسلام، وعندما أمر الناس في كل شبر من أرضه أن يتجهوا إلى البيت العتيق، قال لنا ربنا، قال لنا نحن الذي نقرأ القرآن وننطق بالعربية: أني فعلت ذلك تشريفا لكم. ولما تقرأ القرآن تجد هذا المعنى خطير. انظر في قوله تعالى، تأمل في كتابه العزيز، سبحان الله. ما قرأت الآيات هذين تأمل فيها، قلت سبحان الله كيف الواحد مرات يقرأ القرآن تمر عليه الآية وخلاص. ركزوا على التدبر والمعاني. دائما أنا نقول إن القرآن كتاب هداية، كتاب هداية، كتاب تغيير. لما قال سبحانه سورة البقرة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني جهته. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما تقف عند الآية هذه، أنا وقفت عند هذه الآية، ما معنى كما أرسلنا فيكم؟ أخذت أتأمل في الكلمة، أتدبر ما قبلها ما بعدها، فوجدت أن المعنى واضحا، وجدت المعنى واضحا. الله يقول: أنا شرفتكم بأن تلتقي وجوه الناس عند كعبتكم، كما شرفتكم من قبل بابتعاث النبي منكم. كما أرسلنا فيكم، أرسلنا فيكم رسول، وأيضا وجهنا الناس إلى قبلتكم تشريفا لكم وإتماما للنعمة عليكم، شرفناكم بابتعاث النبي الخاتم منكم، وشرفناكم أن الناس يقصدون هذا المثوى وهو بيت الله. كما قال سبحانه وتعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك، سورة الزخرف، وسوف تسألون. ذكر لك يعني شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الشرف. لذلك: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما هي النتيجة المطلوبة يا ربي؟ نحن العرب الذي أكرمتنا بالإسلام: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سؤال: هل ذكر العرب ربهم؟ هل ذكروا الله؟ هل شكروا؟ لا، ذكروا أنفسهم واستدعوا الجاهلية، استدعوا ما قبل الإسلام، وأرادوا أن يعيشوا بها لا صلحت دنياهم ولا أخرى. لم يذكروا ونية نعمتهم، لم يذكروا ربهم، إنما ذكروا من وشكروا من، شكروا من صفعهم، شكروا من أخذ أموالهم، من لطمهم فأذلهم. هذه حقيقة العرب اليوم. ولذلك انظر للمنطقة، الرقعة الجغرافية على الأرض، أكثر ناس ألما وعذابا وتعبا هي الشعوب العربية. لماذا؟ لأن حكامها لا يعيرون للإسلام قيمة، يبوا إسلام الدراويش، وأن حكامها لم يخرجوا اختيارا من شعوبهم،
ولذلك لما تنكبوا للإسلام الفقر، الظلم، الاستبداد، التخلف. أمة تملك من خزائن الأرض والخيرات لكن لا وجود لها في التأثير، بالعكس أمة شعوبها مضطهدة بهؤلاء الحكام المستبدين. إذن لما الله سبحانه وتعالى قال اذكروني اذكروا ديني الذي شرفتكم به واشكروا لي ولا تكفرون. طيب ناخذ فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود بإذن الله تعالى. فما معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى الحياة. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل لك. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن. فما معنى الحياة بغير روح، وما روح بغير هدى. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هذه الأمة شرفها الله، هذه الأمة العربية الجنس العربي شرفها الله بالإسلام وجعلها حملة الرسالة العالمية، فهنا كان الشرف وأصبح لهم الحضور الذي لم يستطع أحد أن يزيلهم من الوجود. يضعفون يعني، يا صعود وهبوط هذا طبيعي، لكن لابد أن تدرك أن الشرف فاذكروني أذكركم، اذكروا ديني واذكروا كتابي الذي أنزلته إليكم وبلسانكم، أنزلته بلسانكم. الله سبحانه وتعالى جعل اللغة العربية هي وعاء لكتابه. الإنسان يشعر بفجيعة يوم يرى إذاعات عالمية تخدم لغتها بحرقة وبقدرة وبحذق وحكمة وذكاء، وهي لغات ليس فيها من رسالات السماء شيء. أما اللغة التي اختارها الله وعاء لكتابه فقد أهملناها وتبرمنا منها، وأصبح الخطأ فيها علامة تقدم، وأصبح خطاب الجهل بها لا حدود لغلطه. وتسمع بعض اللي يتكلمون يعني مأساة لغة الأصلية، لغة القرآن، لغة الكتاب الخالد، اللغة التي جعل الله جعلها وعاء لكتابه أهلها لا يعني لا يتبرعون منها ولا يلتفتون إليها. لا تسمع واحد واخذ دورة في اللغة العربية الثرة الغنية، كل الناس يحترمون لغتهم ويضبطون قواعدها إلا هذه اللغة لا حرمة لها، يخطئ فيها من شاء ولا تثريب عليه. فأقول أول ما نأخذه من الحج في الطواف هذه النقاط الأربعة، وتجعلنا نرتبط ارتباطا يعني شعوريا بمناسك الحج والتأمل في هذه المناسك العميقة، وهذه من الحكم ومن أسرار الحج. السعي بين الصفا والمروة، ما معناها السعي بين الصفا والمروة؟ لما نكلف به؟ هل نحن
نمثل الدور الذي تمثله هاجر أمنا لما طافت بين السعي الصفا والمروة أو سعت بين الصفا والمروة؟ أبدا، نحن لا نمثل، نحن نستدعي معاني خطيرة جدا. كيف؟ الإنسان بطبيعته مادي حسي، ولا مادي حسي. الأسباب الحسية هي التي تملكه، اللي في يدك تؤمن بها، اللي تراجع فيها يعني فيها شك. الحاضر قدم فيه على الغيب، ولا هذه معروفة موجودة في الإنسان. الإنسان لما يكون عنده مال في يده يقول عندي مال ويعتز به، لكن يوم يكون هذا المال وعدا في الغيوب وأملا في المستقبل ورجاء ما عند الله، قلبه يضطرب، يقول لا ما معي شيء حاجة راجي فيها. وإذاك جاء في الحديث: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق منك بما في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك. لكن الإنسان ضعيف، ضعيف جدا، ما في يدي هو الذي أستوثق منه، أما ما في يد الله فإنه لا يؤمن بذلك إلا الأقلون. الرزق غيب ولا، ولا يؤمن برزق الله إلا أصحاب الإيمان الراسخ. النصر لعباد المؤمنين غيب، لكن لا يؤمن بنصر الله إلا أصحاب الإيمان الراسخ. التوكل على الله عندما يعني تكون الأسس فيه تعليق النفس بأمل ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا النوع قل ما يوجد، لكنه عدة المصلحين والصالحين. وكلما أظلم الليل عليهم ولم يجدوا بصيصا من نور اطمأنوا أن فجرا سيجيء فهم ينتظرون بريقه بثقة، لأن الله سبحانه وتعالى هم متوكلون عليه وفي يده الأمور، كل الأمور بيد الله، تصير الأمور إليه وإلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور. هذا اليقين نلمحه، وهذا التوكل، عندما نجد إبراهيم عليه السلام كلف بأن يعني يضع امرأته هاجر وابنها الرضيع إسماعيل قريبا من البيت العتيق، تركهما إبراهيم وانطلق إلى أين؟ مكة، صحراء جرداء، جبال تشبه الكف التي تمتد منها الأصابع، ثم لا شيء. الرجل ماذا يقول؟ سكت. تكلمت المرأة، قالت: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعون الله. كيف؟ لا شيء هنا على الإطلاق في عالم الأسباب. الموت الزؤام ينتظرهم، واد غير ذي زرع إطلاقا، ما فيش حياة، السماء، الرمال، الجبال الصم. هنا يختبر الإيمان لآخر رمق. قضية الاختبار والابتلاء هذه ماضية مع الإنسان إلى أن يخرج من الدنيا، حتى يتفاوت الناس هناك في الحياة الأخروية من مكاسب برحمة الله سبحانه وتعالى يحققونها نتيجة ما فعلوه في هذه الدنيا. هنا بدأ الرضيع يتلوى من العطش، وبدأت الأم تحس أن المستقبل يعني مظلم أمامها، وبدأت تجري يمينا وشمالا، اللي هو السعي بين الصفا والمروة. ثم جاءت نجدة من الملك فغمز الأرض برجله فخرجت زمزم، وأخذت تزمها أي تجمعها حتى لا تسير في الوادي، تقول لها زمي زمي، فتفجرت زمزم وجمعتها وأصبحت عينا تفور، سميت زمزم باجتماعها. وشرب الرضيع وشربت الأم وبدأ الخير. سبحان الله، يعني أنا أستغرب عندما أنظر إلى دنيا الناس اليوم وإلى الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أكانت المرأة هاجر مع رضيعها هذا تدرك أن ابنها سيكون من ذريته نبي خاتم، سيكون من ذريته شعب كبير، سيكون من أثره حضارة تظلل الأرض برحمتها وسناها؟ ما كانت الأم تدرك شيئا من ذلك وتدري شيئا من ذلك. لماذا؟ نحن البشر علمنا قاصر محدود، لكن الذي له العلم الكامل الواسع يدري ما يصنع بعباده سبحانه وتعالى، ويختبرهم في حدود علمهم القاصر.
فنحن محجوبون يعني بالجهل ومقيدون بالعجز، قدراتنا الضيقة. لكن هذا المعنى ثقة في الله، وهذا الاختبار يتجدد باستمرار، الاختبار المستمر، يعني أتثق في الله وفيما عنده وفيما غيبه عنا؟ أتثق في الله أن الله سينصر الحق وأهله؟ أتثق في الله أن الله سوف يعاقب الظلمة المجرمين؟ أتثق في الله أن الله سبحانه مطلع على كل صغيرة وكبيرة، وأن ما ينزل بنا ليس خافيا عن عين الله؟ هذه الثقة تجعلك تعطي نوع من الطمأنينة. الله سبحانه وتعالى يستوي عند الأزمنة كلها، علم الماضي والحاضر والمستقبل، الصفحات مكشوفة أمامه، ليس عنده زمن. أما أنا وأنت فلا أرى إلا اللحظة المحدودة الذي أنا فيها أعيشها، ويغيب عني ما وراء ذلك، أنسى ما كان قبل ذلك. من هنا يجيء الاختبار، من هنا يجيء الاختبار. فإذا كلف الناس أن يفعلوا ما فعلت أم إسماعيل، السعي بين الصفا والمروة، بحيث تتجدد في حياتهم ومسالكهم عواطف التوكل على الله والثقة في الله والإيمان بما عنده سبحانه وتعالى. ما عند الله أهم مما عندي، واللحظة الحاضرة ليست نهاية كل شيء. إياك أن يستبد بك الوهم أو الضيق، تقول انتهت وصرنا إلى طريق مسدود والموت ينتظرنا وضاعت الحياة. لا لا أبدا، هذه أمنا هاجر، كل شيء يوحي لك بالنهاية، لكن عناية الله أدركتها، وكذلك عناية الله تدرك المتوكلين عليه الواثقين بنصره. ما عند الله أهم مما عندك، ما عندك يحرق يسرق، أما ما عند الله لا يحرق ولا يسرق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه شعيرة عظيمة، رأى هذا المعنى ونحن نسعى بين الصفا والمروة، معنى التوكل على الله. ولذلك سمى الله نبيه المتوكل، واسمي المتوكل، الحاشر والعاقب والمتوكل. خرج وحيدا يواجه البشرية، وإذا به يصنع أمة ضاربة الجذور إلى يومنا هذا وتحمل هذه الرسالة، هذا المتوكل صلى الله عليه وسلم. ثم يلتقي الناس بعرفة، وما أدراك ما عرفة؟ خليني اتصلت شوية لأن مهم المعنى هذا. عرفة سبحان الله لقاء مهيب يوم عرفة، ولقاء غريب، لأن الناس فعلا جاءوا من كل مكان شعثا غبرا، ليس هناك ما يميزهم من أبهة وسلطان، وسبحان الله يعني وحدت بينهم شارات ولباس الإحرام، لا تفاوت فيه بينهم في ملابس الإحرام. ثم جمعهم هذا المكان طاعة لله سبحانه وتعالى، والجؤار والصوت العالي في هذا المكان هو الدعاء، والنشيد الذي يتردد يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ثناء على الله ومدح لله. ولذلك جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. يروى عن الحسين بن الحسن المروزي قال سألت سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقلت هذا ثناء وليس بدعاء، هذا ثناء على الله وليس بدعاء. فقال له أما علمت ما قال أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان، أتى عبد الله بن جدعان وكان كريما وغنيا، جاءه أمية هذا الشاعر يسأله نائلة وعطاء، فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني؟ حياؤك إن شيمتك الحياء، وعلمك بالحقوق وأنت قرم، لك الحسب المهذب والسناء، خليل لا يغيره صباح،
عن الخلق الجميل ولا مساء، وأرضك كل مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أثنى عليه، الثناء يحمل في طياته طلب، لكن الثناء يثير العطاء. فقال له يا حسين، سفيان بن عيينة قال يا حسين هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة فيعطي، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ كأن الفقير إذا جاء إلى غني لم يقل له أكثر من الحمد لله الذي أعطاك وأغناك وقواك، هذا ثناء يثني عليه، لكن يحمل في طياته أني محتاج إلى ما عندك. فالذي يقف يوم عرفة يستذكر أسماء الله الحسنى، إن كان مظلما فالله هو النور يعطيه النور، إن كان حائرا فاسم الله هو الهادي. لما واحد يجد حائر يكثر من قول الهادي، يا رب اهدينا يا رب اهدينا يا رب اهدينا، ما عادش همنا شيء يكثر منها، يا رب اهدينا الهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. يهدي من الحيرة، يبصر بسبيل الرشاد، اطلب منا سبحانه وتعالى. وإذا كنت فقيرا فهو الغني، اطلب غناه، خزائنه لا تنفذ سبحانه وتعالى. وإن كنت جهولا فهو العليم، فهو يهب لك العلم والمعرفة ويسهل لك سبل الوصول إليها. فنحن يا إخوة عندما نتحقق بأوصافنا من ضعف وفقر وذل بين يدي الله يعطينا. إياك تغتر أيها الإنسان، تحسب روحك شاطر وتحسب روحك فارغ، لولا فضل الله عليك لما كنت في مثل هذا الحال من غنى ومن مكانة ومن علم. ولذلك ابن عطاء الله يقول تحقق بأوصافك يمنحك أوصافه، تحقق بأوصافك من فقر وذل وضعف، تحقق بالذل يعزك الله، تحقق بالفقر أنت فقير إليه سبحانه وتعالى يغنيك سبحانه وتعالى، تحقق بضعفك محتاج يقويك فهو القوي. إياك أن يستدرجك الشيطان فتقول إنما أوتيته على علم عندي. فهذا يوم عرفة ثناء، ثناء على الله، ويوم يعتق الله رقاب من النار، فلان فلان في الجنة فلان في النار. ولذلك أفضل يوم أخسى ويكون الشيطان مذموما ومدحورا هو يوم عرفة. أليس حقيق أن تبذل له الأموال والناس تدعو بمختلف اللغات والألسن سبحانه والألوان والأشكال، كل يطلب مسألته سبحانه وتعالى ولا تعجزه المسائل عز وجل. لذلك يوم عرفة يوم من مفاخر الإسلام، لأن في هذا المكان يحتشد المسلمون، لا يعرف بعضهم بعضا إلا هنا، قرن لهم وقت معين ومكان معين. ابحث عن أمم الأرض لن تجد مثل هذا المشهد العظيم. كل الذي يعيش على شاطئ الأطلسي في الرباط أو في داكار أو في لاجوس في نيجيريا يلتقي بالمسلم القادم من أندونيسيا ومن الفلبين ومن ليبيا ومن المغرب. هذه أخوة الإسلام، هذا هنا القوة. لذلك هذا لقاء جامع، وهذه نقطة استغلال. كان أيام كانت الأمة في أوجها وكان الإسلام حاضرا عند السلاطين والحكام وقادة الأمة، كانوا يجتمعون ليوجهوا ويتدارسون حال الأمة لإنقاذها، عبارة عن مؤتمر حاشد، مؤتمر عظيم يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع، سبحان الله سبحان الله، يعني حجة الوداع فيها رسالة قوية. وأنا لما نقول حجة الوداع اللي بعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت فيها رسالة قوية جدا واسقطع على حال الأمة اليوم، باش تعرف أن نحن لن تقوم لنا قائمة إلا بإسلام صحيح، إسلام مش إسلام الدرويش. لما التقى بالناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال أيها الناس اسمعوا قولي،
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أب يودع أبنائه، يريد أن يوصيهم، يلقي في أذانهم آخر ما في قلبه من حب ونصح، فأنا لكم بمنزلة الوالد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أول شيء تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه، كتاب الله فهما وعملا وهداية، وسنة نبيه فهما وعملا، منهج حياة. مش السنة تقتصر على شكل معين ولا الفروع هذين والدير تقيم الدنيا وتقعدها، لا، السنة في شمولها، في قول الحق، في الوقوف مع الحق، في النبل، في الشرف، في الغوث، في رفع الظلم، هذه السنة. ولا إنك تقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في الكلمة بين الناس ويرأب الصدع لما يحدث خلاف ويكسر في عبية الجاهلية وعصبيتها، هذه هي السنة، هذا هو الاتباع. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. انظر للأمة اليوم الضراوة في الحروب، الأمة في الحروب لم نشهدها مع اليهود، ولا شوف الأمة اليوم في سوريا، شوف اليمن، يعني السعودية ولما تدخلين على اليمن بحجة الحوثيين وإيران وقتل، يا ريت هالسلاح وهالقوة دراها في إسرائيل وطلعوها الكيان المغتصب لأرض الإسلام، والفتنة التي أقاموها في بلادنا أعانوا الطغاة والمجرمين والمستبدين والعسكر ليحكموا رغم أنف الشعب، ليكونوا عملاء لدول خارجية ويحركوا الخطاب الديني ويجعل الدماء تسيل بين أبناء البلد الواحد لدفع البغاة والصائلين. هذا هو الحال، كل من أجل كرسي، من أجل عرش، من أجل عائلة تحكم، ولا مش صحيح؟ وكشف كل شيء، كذوبة الدواعش، كذوبة عملاء للدواعش، هم يتعاملوا معهم. وأي مكان تريد تمرر فيه خطة واستراتيجية معينة وريد تضربها، بس دخل الدواعش أجهزة مخابرات بلحاهم وعمائمهم وبعدين يلا. وهذا اللي حادث بين المسلمين اليوم، لا، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، وأجهزة إعلامية ويكذبوا ويخدروا في الناس، هذه الأرواح في أعناقهم. بعض الإعلاميين يأتون يوم القيامة أكفهم مليئة بالدماء، صحائفهم مليئة بالدم، لأنهم قتلوا بالكلمة قبل الرصاص وعموا الناس عن الحقيقة من أجل دريهمات. هؤلاء البعض المثقفين الأنذال الذين يخرجون يبررون للباطل، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلا إذا اعتديت علي، بندافع عن نفسي. وأين هذا الخطاب من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عناق بعض. إذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، انظر إلى حال المسلمين. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها في خطبة الوداع. فخطبة الوداع أنا أنصحكم أنكم تدرسوها وتقرأوها. خطبة الوداع نستطيع أن نقول ما يسمى بالتقرير الحقيقي لحقوق الإنسان وحريات الشعوب وعالمية البشر والقواعد الإنسانية النبيلة وحسن العلاقة بين الرجل والمرأة، اتقوا الله في النساء، وأمور أخرى كثيرة. المسلمون اليوم أجهل الناس بها، مهتمين بمسائل في الفروع ويتشعبوا فيها، وتركين منظومة أخلاقية كاملة في بناء العلاقات على منهج الله سبحانه وتعالى، وأسهل ما يستسهل في الدم. ولذلك أوصيكم ونفسي بقراءتها، لأنها كانت في حجته صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة لمعاني سريعة في الحج. ولا ننسى من فاته الحج أن يعظم هذه الأيام العشر، هذه الأيام المباركات. ما من عمل
أحب ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. صدقة، صيام، صلة رحم، إحسان الجوار، بر والدين، كلمة طيبة، صلة من قطعت، إبعاد الضغائن، الأحقاد، كل أوجه البر المتاحة، نصرة الحق، إعانة المظلومين، قول كلمة الحق، إلى آخره من مساحات الخير التي سبحانه وتعالى ونبه نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حتى الملتقى في الجمعة القادمة بإذن الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن طلب الجنان سعى إليها ولا يسعى لها إلا مواتي، فأقبل نحو رضوان مقيم وفوز في غد لا شك.